يعطيكم العافية. طبعا معكم أستاذ زياد البيوك، بحيث أنا حابب نكمل معاكم ما تبقى من المنهج. واليوم إن شاء الله حنشرح طبعا شابتر 6 اللي بيحكي عن مفهوم المصفوفات. طبعا هنا شابتر 6 بيحكي عن النوع الأول من المصفوفات اللي هو Single Dimensional Arrays، مصفوفات ذات بعد واحد. زي ما أخذنا سابقا إنه المصفوفات بتنقسم إلى نوعين أساسيين، 1 Dimensional Array أو Single Dimensional Array، مصفوفة ذات بعد واحد، و Multi Dimensional Array، مصفوفات ذات أبعاد متعددة. اليوم بدنا نشرح في هذا الفيديو اللي هو مصفوفات ذات بعد واحد، 1 Dimensional Array أو Single Dimensional Arrays. طبعا What is an Array؟ زي ما احنا عارفين المصفوفة، ما هي المصفوفة؟ هنا مديني دي تعريف مبسط، هي عبارة عن single array variable can reference a large collection of data. هي عبارة عن متغير يحتوي على مجموعة من البيانات، أو بمثل مجموعة من البيانات، مجموعة كبيرة من البيانات. Arrays have three important properties. المصفوفات تمتلك ثلاث خصائص هامة. الخاصية الأولى إنه المصفوفات بتمثل مجموعة من البيانات المرتبطة ارتباطا منطقيا. على سبيل المثال ممكن نحكي هنا معطيني temperature for the last 5 days، بمعنى درجات الحرارة لآخر 5 أيام، أو stock price for the last 30 days اللي هو أسعار الأسهم في آخر 30 يوم. أيضا ممكن نأتي بأمثلة أخرى، درجات الطلبة، رواتب الموظفين وهكذا. فهذه تعتبر بيانات مرتبطة مع بعضها ارتباط منطقي ممكن يتم تمثيلها في المصفوفة. الخاصية الثانية، all data within single array must share that same data type. طبعا كل البيانات الموجودة في هذه المصفوفة ذات بعد واحد بتكون من نفس النوع، بحيث لو أنا عرفت المصفوفة من نوع انتجر كل عناصرها بتكون انتجر، من نوع فلوت بتكون كل عناصرها فلوت، ولا يمكن الخلط ما بينهم. الخاصية الثالثة، the size of an array is fixed once it is created. أحكي لي أول ما يتم إنشاء المصفوفة بكون حجمها ثابت ويعطى في التعريف. What exactly are we talking about؟ عن ماذا بالواقع نتحدث؟ بحيل هنا على سبيل المثال، let's say you have 10 students and you want to save the grades for each of them for use throughout your program. لو احنا حبينا نتحدث انه في عنا 10 طلاب، والعشر طلاب بدنا نحتفظ بدرجاتهم، بدنا نحتفظ بايه؟ بدرجاتهم، بحيث أنه نستخدمهم في كافة أنحاء البرنامج. هنا ممكن نحتاج أنه نتذكر كل درجة، ليست فقط استخدامها للتكرار أو العد أو عدهم أو حساب متوسطهم وما إلى ذلك. هنا في عنا طريقتين، بحكي لي في الطريقة الصعبة والطريقة السهلة لتمثيل 10 درجات لعشر طلاب. الطريقة الأولى بقول لك could do it the hard way. الطريقة الصعبة إني أعرف 10 متغيرات بحيث إن كل متغير يمثل درجة واحدة. على سبيل المثال student 1 grade 2 grade and so on. ولكن هذه الطريقة صعبة. هنا نفترض 10 درجات احتجنا 10 متغيرات لتمثيلهم. طب لو أنا بدي أمثل 100 درجة بحتاج 100 متغير وهكذا بيكون الأمر معقد. فلذلك هذه تعتبر طريقة صعبة، very difficult to use and manipulate، طريقة يعني صعبة جدا للاستخدام والمعالجة. الطريقة الأخرى البديلة instead could use an array to do it the easy way، لو استخدام مفهوم المصفوفة وهي تعتبر الطريقة السهلة لتنفيذ وتمثيل البيانات المتعددة. create an array variable called student grade 10 عشان أنشئ متغير مصفوفة student grade 10 بتكون من يعني 10 درجات. بحكي لي هنا
declare as follow، عملية تعريف كالتالي: بنعرف المتغير الموصوفة كأنه متغير اعتيادي، زي ما احنا بنعرف بنحدد نوع البيانات وبعدين اسم المتغير، وهي نفس الفكرة. انتجر نوع البيانات، على سبيل المثال دمت البيانات من نوع انتجر. student grade، وهذا اسم المتغير الموصوفة، لكن عشان يصير موصوفة بتم وضع اللي هو square brackets، اللي هو الأقواس المربعة بعد الاسم. بذلك بنكون احنا هيئنا متغير، أو عرفنا متغير من نوع array هيحتوي على بيانات من نوع انتجر. طبعا هذا المتغير لحتى اللحظة يعتبر null. null يعني nothing، ما فيش لحتى اللحظة أماكن محجوزة في الذاكرة. يتم حجز هذه البيانات في الذاكرة وتحديد عددها، بنضع equal، بعد equal بنضع اللي هو keyword new integer 10. هذه بمعنى احجز لي في الذاكرة 10 عناصر من نوع انتجر، وخلي لي student grades اتأشر على أول عنصر، بمعنى هتحتوي على عنوان أول عنصر. This is of allocation and memory for 10 integer which can be referenced using student grades number. هذا بمعنى أنه تم من خلال الـ new integer 10 تم حجز 10 عناصر في الذاكرة و10 أماكن في الذاكرة، و الـ student grades بتأشر عليهم. للوصول لأي عنصر من العناصر بنحتاج اسم الـ array ملتصق أو يعني مدمج معه اللي هو الـ brackets، وبداخله رقم العنصر المراد الوصول إليه. Array naming consideration، الأخذ في الاعتبار تسمية الموصوف. طبعا تسمية الموصوف يطبق عليها ما يطبق على اسم المتغير الاعتيادي من قواعد كتابة الاسم، انه بتكون الاسم على سبيل المثال من letters، مجموعة يعني مدمجة من ال letters الأحرف، ال digits الأرقام، letters طبعا من A إلى Z capital or small، digits من 0 إلى 9 أيضا، وإشارة الدولار والأندرسكور كاركتر. أيضا cannot start with the digit، زي ما خدنا صار لا يمكن أن يبدأ برقم. بحكي لي النقطة اللي بعد ذلك: follow all the good programming hints recommended for variable names، عشان نتبع اللي هو التلميحات البرمجة الجيدة. يوصى بتسمية الأسماء، نأخذ في الاعتبار إنه just think of it as an ordinary variable when making up the name، يعني أخذ في الاعتبار إنه لما باجي بعرف أنا المتغير الاعتيادي، تمام، متغير الأري وكأنه متغير اعتيادي. أيضا إنه ما يكونش في نهاية الاسم رقم، لأن هذا يعتبر يعني نمط سيء بالنسبة بشكل خاص لأسماء الموصوفات، لأنه اسم الموصوفة لكي أصل عناصره بتتبع اللي هو البوست مع رقم العنصر، لذلك لكي لا يكون في اختلاط. Parts of the array، أجزاء الموصوفات، طبعا أجزاء الموصوفات التي لم نتطرق إليها. بعد اللي هو في عنا الإليمنتس، عناصر الموصوفات. الإندكس اللي هو البوزيشن نمبر او يطلق على اسم سبسكريبت، موقع العنصر في المصفوفة. زيروس element اللي هو العنصر الصفري، اللي هو زي ما احنا بنعرف انه الاندكس دائما او رقم العنصر الاول في المصفوفة بيبدأ من صفر، وهو يعتبر العنصر الصفري. وكيورد نيو، هذا يستخدم لحجز العناصر في المصفوفة. element يطلق على العناصر الفردية الممثلة في المصفوفة بالإلمنتس. على سبيل المثال لما بنحكي عن array of 10 integers، يعني مصفوفة مكونة من 10 قيم صحيحة، بمعنى أنها تمتلك 10 عناصر. an array of 15 floats، معناها مكونة من 15 عنصر. an array of 5 characters، معناها مكونة من 5 عناصر، وهكذا. الindex اللي هو position number or subscript يطلق عليه، اللي هو موضع العنصر في المصفوفة. وطبعا زي ما حكينا موضع العنصر في المصفوفة، الindex دائما في الأري بيبدأ من الصفر إلى الناقص واحد لو افترضنا عدد العناصر n. طبعا الindex ما بيكونش قيمة سالبة، بيبدأ دائما من الصفر من العنصر الأول. طبعا هذا ممكن يكون
يعني يسبب اختلاط في اللحظة الأولى، لكن بعد ذلك بعد ما نتعود إنه دائما الإندكس بيبدأ من صفر، ما مش هيكون في عنا أي مشكلة في الاستخدام أو أي خطأ في الاستخدام. لكي نصل لكل عنصر من العناصر الموصوفة، لأنه الموصوف بيتمثل مجموعة من العناصر، وهذه العناصر لها اسم واحد فقط اللي هو اسم الموصوفة. لكي أصل لكل عنصر بربط اسم الموصوفة مع رقم العنصر في هذه الموصوفة. على سبيل المثال student grade 0 بمثل العنصر الأول، student grade 1 مثل العنصر الثاني، وهكذا. بحكي لي هنا في الشكل الموجود عندي، لو أنا كان عندي العناصر ان، فهيكون عدد العناصر زي ما حكينا من صفر لأن ناقص واحد. على سبيل المثال لو أنا بدي أنشئ 10 عناصر، 10 عناصر بتمثل درجات 10 طلاب، الاندكس هيبدأ من 0 ل 9، والصف الثاني الفاليو يمثل اللي هو قيام درجات هذول 10 طلاب. Array positions اللي هو أيضا موضوع اللي هو موضوع العنصر في المصفوفة، ممكن إحنا زي ما حكينا نصل أي عنصر مع عناصر المصفوفة، وذلك بكل بساطة اللي هو استخدام اسم المصفوفة مع square brackets اللي هو القوس المربع بداخله موضع العنصر في هذا المصفوفة. فبالمثال هذا حيطبع لي system.out.println the third student اللي هو student grade number 2، لأنه بيبدأ من الصفر، فحيكون رقم 2 هو العنصر الثالث في المصفوفة. ايضا بنحكي انه the index scheme starting at 0 may be initialized، يعني بشكل مبدا زي ما حكينا، ممكن على اساس انه بيبدا دائما الاندكس من صفر مش من واحد، ممكن يسبب عمليه ايش الوقوع في الاخطاء، ولكن مع الوقت حيكون ايش حنعرف نفرق ما بين موضع ورقم العنصر، موضع العنصر ورقم العنصر. موضع العنصر الاول اللي هو حيكون رقمه 0، موضوع العنصر الثاني حيكون رقمه 1، وهكذا ناخذ في عين الاعتبار. ايضا سبسكريبت المانجر بعض المصطلحات على رقم العنصر في المصفوفة، بحكي لي كل from this point forward من هذه النقطة فصاعدا for this class all references to array element will refer to the subscript of the array، يعني كل عناصر الاري يعني حيتبع اللي هو موقع العنصر في هذه المصفوفة ممكن من خلال الوصول لكل عناصرها. إذا بدنا نتحدث عن موضع العناصر في المصفوفة، سوف نتحدث عن موضعها، أو يعني موقع هذا العنصر في هذه المصفوفة. لذلك نأخذ في الاعتبار أنه دائما الاندكس بيبدأ من 0. keyword new هذا طبعا جزء مهم في تعريف وإنشاء المصفوفة، بحيث أنه المصفوفة بيتم إنشائها وحجز عناصرها في الذاكرة من خلال keyword new. as we will see كما يعني شاهدنا أو سوف نشاهد، the keyword new is used in Java when you wish to create a new object. طبعا هنشاهد لاحقا انه keyword new، مصطلح new، هيستخدم في انشاء الاوبجكت. كما اخذنا في المثال السابق في انشاء object scanner استخدمنا new scanner في الامثلة السابقة، وبناء عليه هو يستخدم في انشاء الاوبجكت. فكيف يستخدم مع المصفوفة؟ بالفعل إن في لغة الجافا arrays are objects، الأري تعتبر objects، ولذلك نستخدم معها keyword new في حجز وإنشاء عناصر. As with all data member of object, the elements of the each position a new array will automatically be initialized to the default value for the array style. بحكي لي هنا إنه أول ما يتم حجز عناصر الأري تعطى إلها قيم ابتدائية افتراضية. بعض الخصائص اللي ممكن نستخدمها في المصفوفات، بحكي لي لو أنا عرفت two variables a equal 1 and b equal 2، وحكينا student grades بين الأقواس a plus b، هذا بمعنى هجمع قيمة ال a زائد ال b، وبمعنى كأننا حددنا student grade number 3 اللي هو العنصر الرابع في المصفوفة. أيضا بحكي لي كل العمليات التي
كنا نقوم بها بالمتغيرات الاعداديه، جامع ضارب طرح، قسم استخدمها في عمليات المقارنه في العمليات المنطقيه، ايضا تجرى وتستخدم على عناصر المصفوفه، بس باخذ في الاعتبار انه دائما استخدم اسم المصفوفه مع موقع العنصر في هذه المصفوفة. على سبيل المثال لو بدي أجمع عناصر المصفوفة باجي بحكي له integer total equal zero، هذا المتغير اللي حيحتوي على مجموع العناصر يساوي student grade zero plus student grade one and so on. هيك حيجمع جميع عناصر المصفوفة من العنصر رقم صفر إلى العنصر رقم تسعة ويخزن قيم مجموعهم في المتغير grade total. أيضا ممكن أضيف أي قيمة إلى أي عنصر من عناصر الأري زي ما كنا نستخدم في المتغيرات الإعدادية بكل بساطة بجملة التعيين أو جملة الأسايمنت اللي هي المساواة. student grade 1 equal 100 يعني أضيف قيمة 100 في العنصر الثاني في هذه المصفوفة، لأنه واحد يعتبر العنصر الثاني على أساس أن المصفوفة تبدأ من العنصر رقم صفر. أو ممكن أستخدم expression يعني أجي أقول student grade 1 equal 1 plus 2 multiply 5، ناتج هذا الاكسبريشن حيتخزن في العنصر الثاني وهكذا. ايضا في عندنا كيورد يطلق عليه اسم length، يستخدم بحيث انه يرجع لي طول هذه المصفوفه. لو جيت قلت له student grade dot length، dot length هذه كلمه محجوزه تستخدم لارجاع طول هذه المصفوفة. student grade dot length زي ما احنا عرفنا سابقا مكون من 10 عناصر فهترجع لقيمة 10. طبعا كيف ممكن نستخدم المصفوفات؟ اول حاجة زي ما المتغيرات او كما كنا نطبق في المتغيرات الاعتيادية، اول حاجة بنعرف الاري بعد ذلك بنحدد لها الانيشالايز اللي هي القيم الابتدائية، وطبعا زي ما حكينا في الجافا لو انا ما حددتش قيم ابتدائية باي ديفولت بيتم تحديد لها قيم ابتدائية. Array variables are actual reference variable، هو يعتبر متغير مؤشر، بمعنى مؤشر يعني حيحتوي على عنوان، عنوان أول عنصر من العناصر المحجوزة في الذاكرة. بحكي لي طبعا ممكن أستخدم المصفوفات في الإكسبريشن، إكسبريشنز يعني في الجمل أو التعبيرات الرياضية زي في عمليات الجمع الطرح الضرب، في الـ relational expressions في التعبيرات العلاقاتية زي أكبر وأصغر وأكبر يساوي أصغر يساوي، وأيضا في التعبيرات المنطقية زي and or not and methods، أيضا في الدوال setting elements إضافة قيم لهذه العناصر من خلال جملة الأسايمنت زي ما شفنا سابقا، استخدام قيمها نفس الاستخدام اللي كنا نستخدمه في الأوردينري variable المتغيرات الاعتيادية. كيفية تعريف الأري بكل بساطة عشان أعرف أري بكل بساطة زي ما بنعرف المتغير الاعتيادي زي ما حكينا سابقا، إنه بحدد نوع البيانات انتجر وبعد ذلك اسم الأري وبعد ذلك الأقواس. الأقواس هنا في الجافا في عنا طريقتين، يا إما تكون قبل الاسم أو بعد، قبل الاسم أو بعد. في السي كنا نحط الأقواس بعد الاسم، في الجافا ممكن قبل أو بعد ويفضل يكون قبل الاسم. في الجملة الموجودة أمامنا أول جملة integer breaks my first array، هنا عرفنا array حجزنا متغير اسمه my first array حيأشر على null، حيأشر على إيه؟ null، يعني الآن ليس محجوز له بيانات، ليس محجوز له عناصر ولا محدد إيه عدد العناصر، بأشر على null. null يعني nothing، لا شيء، لا يحتوي على عناوين. بعد ذلك عشان أنشئ وأحجز عناصر في هذه المصفوفة بناخذ الجملة الثانية بنحكي له my first array اللي هو العنصر اللي عرفناه يساوي new integer 10، هيك حيحجز لي في الذاكرة 10 عناصر وحيخلي ايه من نوع integer وحيرجع لعنوان اول عنصر حيتخزن في my first array، يعني my first array اصبح تؤشر لعنوان اول عنصر. طبعا ممكن الجملتين الاولى والثانية ندمجهم مع بعض في جملة واحدة ونحكي my first من نوع integer يساوي new integer 10، بمعنى عرفنا الري، عرفنا ايه الري، هذا الري من نوع انتجر، وبعد ذلك انشأنا 10 عناصر في الذاكرة وخلينا الماي فيس الري تؤشر على عنوان اول عنصر.
بحكي لي ممكن نعمل انشالاج باستخدام الفور لوب، وهنا افضل حاجة الفور لوب لانه عدد العناصر معلوم زي ما حكينا سابقا، افضل استخدام للفور لوب لانه يكون عدد العناصر معلوم، لذلك مع الاري نستخدم اللي هو اللوب لانه بنحكي عن مجموعة من العناصر وعددها معلوم، فافضل استخدام اللوب على اساس نعمل اي عملية كانت على المصفوفات، سواء بدنا نقرأ عناصرها او نخزن فيهم قيم او نحسب اي عملية كانت، نحسب اكبر قيمة اقل قيمة، نعكس المصفوفة او مشابه. على سبيل المثال في المثال أمامنا my first من ناتجة يساوي ناتجة 5، يعني أنشأ مصفوفة وحجز لها 5 عناصر، بعد ذلك حبيت إنه نضيف لها قيم ابتدائية قيمة 1 نخزنها في كل العناصر، فبنستخدم for loop حتمشي طبعا زي ما احنا عارفين ال index من 0 i يساوي 0 وال i أقل أو يساوي 4. my first array لل i equal 1، أول مرة الـ i 0، 0 أقل من أو يساوي 4، my first 0 يساوي 1، يعني خزن قيمة 1 في العنصر الأول، بيرجع الـ i بتصير 1، الواحد أقل يساوي 4، true نفذ، my first الـ i اللي هي الواحد تساوي 1، أيضا خزن في الرقم في العنصر الثاني قيمة 1، وهكذا فحيخزن في جميع العناصر قيمة 1. طبعا هنا بحكي لي الـ upper bound يعني الحد الأقصى في الإندكس في الأري هذه المحجوزة من 0 لـ 4، يعني رقم 4 ليس 5، لأنه هنا حيكون من 0 لـ 4 زي ما احنا عارفين. بحكي لي array elements are initialized with the default values numeric type gets 0 boolean gets false and char gets the null character ASCII code 0. هنا بحكي لي دائما الأري أول ما يتم إنشائها بتم إضافة إلها قيم افتراضية، إذا كانت من نوع number يعني integer, byte, short, long هتخزن فيها 0 by default بشكل افتراضي، وإذا كانت من نوع float أو double 0.0، وإذا كانت من نوع boolean هتخزن false في كل عناصرها قيمة false، وإذا كانت من نوع character هتخزن null character اللي هو 0 character في كل عناصرها. بحكي لي الآن ممكن أنا أستخدم في تمثيل السايز اللي هو عدد عناصر المصفوفة اللي هو أستخدم ثابت زي ما أخذنا سابقا لتمثيل الثابت في المثال الموجود أمامنا، فاينل انتجر نمبر ستودنت ان كلاس ايكوال 8، هيك احنا عرفنا ثابت اسمه نمبر ستودنت ان كلاس يتخزن في قيمة 8. ممكن أستخدم في تعريف الأري exams من نوع انتجر كأري تساوي نيو انتجر وأضع في البراكتس اللي هو ايه الثابت هذا، وبمعنى وكأنه حكيت له new integer الثمانية، ولكن عن طريق إيش اللي هو اسم الثابت اللي عرفناه مسبقا. أيضا بحكي لي هنا ممكن أنا أحدد السايز تبع الأري في مرحلة الران تايم وليس الكومبايل تايم، في سي كنا لازم نحدده في مرحلة الكومبايل تايم، يعني أعرف الأري ما حجمه، هنا بحكي لا ممكن الحجم يتم إدخاله ومعرفته في مرحلة الران تايم يعني في مرحلة التنفيذ. على سبيل المثال لو جيت حكيت له input equal j option bin to join bot dialog how many students، هنا حيتم إيش إدخال القيمة من لوحة المفاتيح طبعا حتكون من نوع string، هذه القيمة بنحولها إلى integer students من نوع integer سواء integer dot parse integer input string حيحولناها، وبعد ذلك بنيجي بنحكي له my first array من نوع انتجر يساوي new integer students. طبعا هذا ال students متى بيتم ادخال ومعرفة القيمة المدخلة في المتغير students؟ طبعا في مرحلة ال runtime، وبذلك بيكون حددنا size of array في مرحلة ال runtime وليس ال compile time. عملية ال initialize لل array زي ما عارفين سابقا المتغير الاعتيادي لأنه بيحتوي على قيمة واحدة فبتم إعطائه قيمة واحدة، لكن في الأري زي ما احنا عارفين سابقا هنضع set، يعني هتكون عملية ال initialize عبارة عن set، ولذلك لما باجي بحكي له my first من نوع integer equal بنحط اللي هو شكل المجموعة زي ما أخذنا سابقا، وبنحط إيش القيم الابتدائية، هنا مضيوف 5 أرقام أصفار، وبذلك هنا حيتم اوتوماتيكلي في عملية التعريف أو الانيشالايز حيعمل انيو اوتوماتيكلي، يعني حيحجز 5 عناصر حسب القيم الانيشالايز ويضيف لهم قيم أصفار ويرجع عنوان أول عنصر في الماي فيست
أري، فهنا بنحتاجش اللي هو استخدام النيو، لأنه هو في عملية الانشراج أوتوماتيكلي هو بيعمل نيو، بيحجز وبضيف القيم الابتدائية مباشرة. هنا بحكي لي can use a for loop to print the contents of an array. طبعا عشان أعمل أي عملية على المصفوفات لأنها مجموعة من العناصر، طبعا هنا الأفضل أني أستخدم loop عشان أمر جمع العناصر، وأفضل loop زي ما حكينا اللي هو الفور loop لأنه العدد معلوم. على سبيل المثال لو أنا عرفت array my first array من integer يساوي new integer 5، يعني حينشئ لي array مكونة من 5 عناصر من نوع integer. لو حبيت أنه هذه الأري أنفذ عليها اللي هو أطبع عناصرها على سبيل المثال، بكل بساطة هستخدم loop for integer i تساوي صفر عشان الإندكس بيبدأ من صفر، والآي أقل من أو تساوي my first array dot length minus one، لأنه my first array dot length اللي هي بتمثل لي إيش 5 ناقص 1 4. هنا عشان حكيت أقل أو يساوي، لو حكينا أقل فبلزمش نضع ناقص واحد. بعد ذلك اطبع لي اللي هو my first array للآي، فحيطبع لي أول مرة my first array 0 بعدين 1 2 لعند الأربعة، فحيطبع جميع عناصر هذه المصفوفة. لو أنا عرفت array في المثال الآخر name من نوع char يساوي إياد، هنا لو حبيت هذا بشكل خاص للأري أوف كاركتر وأجيت حكيت له system.out.println_name حيطبع لي إياد كاملة I Y A D. في عنا هنا loop بشكل خاص تستخدم في الجافا طريقة أخرى أو طريقة مختصرة بنسميها for each loops. for each loops بكل بساطة syntax يعني تركيب الجملة تبعتها كالتالي: نكتب for نفتح أقواس element type تمام element type element من نوع element type colon array reference variable element هذا المتغير من نوع element type اللي هو هذا المتغير حيمثل جميع عناصر هذه المصفوفة colon array reference variable، وهنا بنحط اسم المصفوفة اللي حننفذ عليها، وبعد ذلك process the element بنعمل عليها عملية سواء read write أو ما شابه ذلك أو sum أو أي عملية كانت على عناصر هذه المصفوفة. على سبيل المثال لو أنا في array عندنا اسمها my list، أجل قلت له for U من نوع double، طبعا هذا المتغير U ممكن أسميه U X Y أي متغير كان، ويكون نوعه من نوع الأري اللي هي my list. my list على سبيل المثال لو كانت من نوع double بنعرف هذا المتغير U من نوع double، إذا كانت من نوع integer بنعرفه من نوع integer وهكذا، لأنه حيمثل كل عناصر هذا المصفوف. بعدين بنحط colon بعدين اسم الأري اللي بدنا نفذ عليها begin no end system.out.println U. U هنا حيمثل العناصر، فهنا حيمر بشكل ايش متتابع عنصر عنصر من العنصر الاول الى العنصر الاخير ويطبع لي كل عناصر هذه المصفوفة بدون ما استخدم increment ولا حاجة. طبعا متى هذا الشكل من اللوب لا يستخدم الفور ايتش؟ لما لو انا بدي امر على المصفوفة بشكل غير متتابع، يعني مثلا بدي أطبع العنصر الأول الثالث الخامس، أو بدي أطبع العناصر الزوجية أو الفردية من ناحية الإندكس، يعني بدي أمر عليها مشي بشكل مسلسل أو متسلسل، وبناء عليه هنا الفور إيتش بتكون غير صالحة. الفور إيتش بتكون صالحة لما بدي أمر على كل العناصر عنصر عنصر من الأول عنصر لآخر عنصر وأنفذ عملية ما كطريقة بديلة للفور لوب بشكل مختصر. Array bounds حدود المصفوفة، طبعا هنا بحكي لي فحص حدود المصفوفة لا يتم في مرحلة الكومبايل تايم، يعني في مرحلة زي ما احنا عارفين في عنا كومبايل تايم وران تايم. كومبايل تايم مرحلة الترجمة وران تايم مرحلة التنفيذ. طبعا كومبايل تايم هي المرحلة الأولى اللي هي عملية الترجمة، وبعد ذلك بتيجي مرحلة الران تايم اللي هي التنفيذ. فبحكي لي حدود المصفوفة لا يتم فحصها في مرحلة الكومبايل تايم، بمعنى لو أنا عرفت array my first array من integer يساوي new integer 10 مكونة من 10 عناصر، يعني الاندكس تبعها من 0 ل 9، واجيت قلت له my first array 100 يساوي 45. الان 100 هي ليست من حدود هذه المصفوفة لانه الماكس لها 9، وبناء عليه ضيف لي في العنصر اللي هو رقم 100 قيمة 45. هنا الكومبايل تايم مش هيديني ايرور. متى بيديني ايرور؟ في مرحلة الران تايم، حيتفحص ويلاقي انه هذا خارج حدود هذه المصفوفة ويدينا ايرور في الران تايم. هنا مثال using arrays
باستخدام يعني المصفوفات. هنا بحكي لي لو أنا حبيت يعني أطبع شكل بياني، بحيث إنه يكون في عنا أريه، وكل عنصر من عناصر الأريه يحتوي على قيمة. على سبيل المثال القيمة الأولى 5، يطبع لي 5 نجوم. إذا كانت القيمة الثانية 6، يطبع لي 6 نجوم، وهكذا. طبعا بكل بساطة لو أجينا على البرنامج زي ما هو موجود أمامنا، طبعا بنبدأ من دالة الميل زي ما احنا عارفين داخل الكلاس انستغرام. هنا معرف لي أري من انتجر يساوي، وضاف لي فيها 10 قيم زي ما احنا شايفين 19 3 15 عند القيمة 1. بعد ذلك حكى لي output من نوع string يساوي element slash t value slash t histogram. طبعا هذا عبارة عن string حيتخزن في المتغير output، و slash t يعني حيسيب فراغ تاب ما بين الاليمنت والفاليو والهيستوغرام، وهذا السنك كله حيتخزن في الاوتبوت. بعد ذلك استخدم فور لوب الاولى، قال لي انتجر كاونت ساوي 0 والكاونت اقل من اري دوت لينث، لانه على اساس بده يمر من 0 والاري دوت لينث اللي هي بتمثل لي 10، من 0 لعند كاونتر اقل من 10 يعني لا 9. هنا قال لي طبعا في اول مره 0 0 اقل من 10 ترو، اوتبوت بلس ايكوال سلاش ان بلس كاونتر بلس سلاش تي بلس اري كاونتر بلس سلاش تي. هذا بمعنى انه ضيف لي في الاوتبوت زي ما احنا عارفين زائد يساوي، يعني ادمج لي انزل سطر جديد، بعدين ضيف لي قيمه الكاونتر في اول مره 0، بعدين ادمج لي سلاش تي يعني سيب لي فراغ، زائد ادمج لي قيمه الاري 0، الاري 0 اللي هي قيمه 19، بعدين ادمج لي سلاش تي سيب لي ايضا فراغ. خلصنا من الجملة هذه، بنبدأ بنلاقي في لوب داخلية. في اللوب الداخلية الآن بقول لي من انتجر عشان تطبع النجم الآن لقيمة اللي هو 19، هنا المفترض تطبع 19 قيمة 19 نجمة. انتجر ستارز يساوي 0، هذا متغير جديد، ستارز أقل من الريل كاونتر، الريل كاونتر اللي هي 19 يعني من 0 لسه أقل من 19. output زائد يساوي ادمج لي نجمة، فأول مرة النجمة الأولى الثانية الثالثة والرابعة لعند 19 نجمة. خلص من اللوب، خلص من اللوب الداخلية، وصل للإند تبعت الأوت أوف اللوب، بيرجع كمان مرة كاونتر بصير 1، الواحد أقل من 10 ترو، نفذ كمان مرة للعنصر الذي يلي وهكذا. بعد ما يخلص الكلام هذا ويخزن كل هذه البيانات داخل المتغير أوتبوت، باجي بحكي له في عنا هنا كلاس اسمها جي تكست أريا، لو عرفت منها متغير انشأنا منها أوبجكت. بعد ذلك قلنا له أوتبوت أريا، استخدمنا اسم الأوبجكت دوت سيت تكست للأوتبوت، يعني اطبع لي في مربع ناقصي. فلو شفنا هاي بيظهر أمامنا اللي هو، بعد ذلك حكينا له اطبع لي من خلال شو مسج دايلوج، فهي طبع لي بشو مسج دايلوج الأوتبوت أريا داخل مربع نص أبيض اللي هو بمثل زي ما حكينا الجي تكست أريا. فبطلع هذا الإليمنت 0 قيمته 19، طبع لي بجوار 19 نجمة. العنصر الذي يليه اللي هو رقم 1 قيمته 3، طبع لي 3 نجم، وهكذا لباقي العناصر لباقي العناصر في المصفوفة. references and references parameter بحكي لي هنا في عنا زي ما احنا عارفين سابقا two types أو to pass argument to method، في عنا نوعين لتمرير اللي هو معاملات الدوال. في عنا pass by value اللي هو تمرير من خلال قيمة، pass by reference اللي هو ايش نرسل عنوان. طبعا بكل بساطة إذا إحنا بدنا نبعت قيمة، القيمة اللي بنبعتها تغيرها في الدالة أو في الميثود بأثرش على مكان استدعاء. لكن إذا بدنا نبعت اسم أري، لأنه اسم الأري يحتوي على عنوان أو العنصر وبناء عليه هو يعتبر pass by reference، التغير بصير على الأري بصير سعر المفعول في مكان استدعاء الدالة. نشوف مثال على الكلام هذا، بحكي لي طبعا ممكن انا اعرف اري على سبيل المثال my list من نوع انتجر يساوي كذا، هي عرفنا اري مكونه من 4 عناصر. بعد ذلك في استدعاء الداله ابعته my list، دائما اسم الاري سواء كانت 1 دايمنشن او 2 دايمنشن او 3 دايمنشن ببعت في استدعاء الداله كارجمنت، ببعت اسم الاري بدون اقوال زي ما حكينا سابقا. او بطريقه اخرى ممكن print array new integer افتح اقواس واحط اللي هو عباره عن تعريف الاري بدون اسم مباشره. الطريقتين ممكنات في الجد. الآن بحكي لي في الهيدر تبع الميثود هذه كيف بدي استقبل هذه الأري، أنا بعت له اسم أري بدون أقواس. بكل بساطة
public static void print array. هنا في المعامل بعرف array اعتيادية، يعني باجي بقول له array من نوع integer وبحط الأقوى. طبعا زي ما حكينا الأقوى سيما بعد اسم المصفوفة أو قبل. ليش؟ لأن أنا بدي أبعت array، فهنا لازم أعرف array وتكون من نفس النوع. طبعا هاي المصفوفة الميثود print array بكل بساطة هاي عاملين إلها معامل، طبعا ترجعش قيمة عشان void integer array، أخذت اللي هو بعثنا له اسم المصفوفة، بعد ذلك قلنا له اطبع لي عناصر المصفوفة من أساس زيرو لأي أقل من array dot length اللي هو برجع لطول هذه المصفوفة، وبحكي لي اطبع لي عناصر المصفوفة system dot out dot print لين array i مرة زيرو واحد اثنين لما يطبع لي كل عناصر هذه المصفوفة. الآن هذا مثال مهم كثير بوضح لي كل باي فايل وكل باي ريفرنس الفرق ما بينهم. هنا معرف لي في دالة المين متغير اكس واحد اللي هو متغير اعتيادي، وهنا معرف واي عبارة عن array من نوع انتجر تساوي نيو انتجر 10 يعني لها 10 عناصر. وبعدين هنا استهدف الدالة معاملين اكس وواي، اكس يعتبر متغير عادي كل باي فاليو تعتبر، والواي هذا متغير من نوع array هيحتوي على عنوان يبقى كل باي ريفرنس. طبعا لما نيجي يستدعي هيبعت قيمة الإكس للنمبر الموجودة في دالة الموجودة في الأسفل اللي هي public static void am، هياخد كوبي من الإكس ويديها للنمبر، وياخد كوبي من عنوان الواي هيديها للنمبرز، وبعد ذلك هنا هيجري تعديل نمبر تساوي 1001 ونمبرز الصفر اللي هي اسم الأري الأول يساوي 5555. الآن لو أجينا شفنا في المثال قلنا أول ما يتم استدعاء الدالة اللي هي أول دالة هي دالة المين، طبعا في دالة المين زي ما احنا شايفين في عنا متغيرين x واحد والواي، فهنا هيتخزن في الستاك فاول عنصر الاكس والواي. بعد ذلك تم استدعاء دالة يساوي نيو انتجر 10 بالنسبة للاكس قيمته المتغير مع قيمته تخزن في الستاك زي ما احنا شايفين في الرسمة x واحد، لكن بالنسبة للمصفوفة اللي هي واي اسمها بتخزن في الستاك، لكن نيو انتجر 10 جزء 10 عناصر بتخزن في منطقة أخرى اسمها هيب في الذاكرة في هيب، وحيتخزن فيها ايش؟ حيخزن 10 عناصر زي ما احنا شايفين عن array of 10 integer value insert، هيخزن فيها العشر عناصر داخل الهيب، والعنوان الأول حيرجع لمين؟ للواي، يعني صارت الواي بتأشر على عنوان أول عنصر في المصفوفة المخزنة في منطقة الهيب في الذاكرة. بعد ذلك لما نيجي نستدعي دالة الام هيعمل عملية موف، قيمة الاكس هيديها للنمبر زي ما احنا شايفين، قيمة الاكس هيديها للنمبر صار النمبر واحد، وقيمة الواي اللي هي عنوان أول عنصر في هذه المصفوفة هيعطى لمين؟ للنمبرز الموجودة في العنصر الذي يليه اللي هو في داخل دالة الام. الآن الفرق بين الثنتين انه كل باي فاليو انه x يساوي واحد ونمبر يساوي واحد مكانين مختلفين وكل واحد يحتوي على قيمة، لكن في الواي والنمبرز في اسم الاري اصبحت الواي والنمبرز اسمين زي ما انتم شايفين بأشروا على نفس المكان، يعني لو انا غيرت على النمبرز على اي عنصر من عناصر الاري وكأني غيرت على الواي، لكن في الكل باي فاليو في المتغيرات الاعتيادية لو أنا غيرت عن نمبر الموجودة في دالة الأم لا تؤثر على الإكس. هنا حكى لي جوا دالة الأم خلي النمبر 1001 خلي لي النمبر 1001 عدلها بدل 1001 وخلي لي نمبر 0 اللي هو عنصر الأول قيمته 5550. الآن بعد ما خلصنا من الدالة هنرجع ننفذ الجملة بعد استدعاء الدالة اللي هي جملة الطباعة، طباعة الإكس وواي الصفر. لما نيجي الخروج هذا العنصر الأول في الستاك زي ما احنا شايفين يلغى، بنرجع للعنصر الأصلي اللي هو في الأسفل، فاطباع لقيمة الإكس إيش هطباع لقيمة الإكس زي ما هو موجودة واحد يعني ما تغيرتش، لكن اطباع لقيمة واي زيرو إيش هيطباع لي اللي هي 5555. بمعنى في الكول باي فاليو التغير اللي في الدالة بأثرش، لكن في الكول باي ريفرنس التغير اللي في الدالة بأثر، فتعتبر اسم الأري مثال على كول باي ريفرنس. هنا بحكي لي ريتينينج أري فروم ميثود، ممكن أنا زي ما احنا عارفين في الميثود أرجع قيمة انتجر قيمة فلوت قيمة دبل تمام أو أي قيمة، هنا بقول ممكن أرجع أيضا أري بكل بساطة public static هنا انتجر
معناها حيرجع لي قيمة سجل، لما أضع بجوارها أقواس معناته حيرجع لي مصفوفة من نوع انتجر، وهي اسم الميثود ميك أري، هنا حترجع لي قيمة. لو حطيت فلوت براكس يعني حترجع لي أري من فلوت، أو أضع دبل وهكذا. هنا على سبيل المثال مديني ميثود بابليك ستاتيك انتجر ميك اري، هي اسم الاري، وهنا معناته حترجع لي قيمة انتجر براكس يعني حترجع لي مصفوفة من نوع انتجر. طبعا هنا انشا مصفوفة جديدة اسمها ماي اري من نوع انتجر يساوي نيو انتجر 10، وبعد ذلك خزن فيها قيم فور انتجر اي، طبعا هنا اي تساوي صفر، هنا ناقصة تمام، انتجر الاي تساوي صفر، والاي اقل من ماي اري دوت لينث اللي هي 10، ماي اري للاي تساوي اي، يعني في اول مرة حيخزن قيمة صفر بالعنصر الاول، العنصر الذي يليه حتصير اي واحد، حيخزن واحد اثنين ثلاثة وهكذا. بعد ما خلص من اللوب وخزن فيها القيم باجي بقول له ريتين ماي اري، رجع لي الاري، رجع لي هذه الاري اساس يكون في توافق. طيب هنا في المثال الموجود امامنا ميثود بتعمل ريفيرس، هتاخد زي ما احنا شايفين بابليك ستاتيك انتجر براكس معناته بدها ترجع مصفوفة من نوع انتجر ريفيرس، وهتاخد معامل مصفوفة ايضا من نوع انتجر انتجر براكس ليست، يعني هتاخد مصفوفة وتعكس لي اياها وترجع لي ايش معكوس هذا المصفوفة. نيجي نشوف كيف استدعاء هذه الدالة. لو شفنا في الاسفل قال لي list 1 من نوع انتجر، هي عرفنا متغير من نوع مصفوف يساوي كذا 1 2 3 4 5 6، يعني حجزنا 6 عناصر تمام، وخلينا list 1 تأشر عليها. وبعدين list 2 من نوع انتجر ايش تساوي؟ reverse list 1. هنا حيروح يستعد حياخذ قيمة list 1 اللي هو اسم المصفوفة هذه ويديها للليست تمام الموجودة في استدعاء هذا الميثود، وبعد ذلك حينشئ لي array جديد اسمها result من نوع انتجر يساوي new list list dot length عشان تاخذ نفس طول الليست. انشأ لي result زي ما احنا شايفين في الرسمة، هي list وهي result. بعد ذلك هنا بكل بساطة كيف عملية العكس، هستخدم to counter عددين i تساوي 0 و j تساوي result dot length ناقص 1. i تساوي 0 عشان ايش؟ بتحدد العنصر الاول في الليست، و j تساوي result dot length اللي هي طولها 6 ناقص 1 5، عشان الجي ايش تحدد لي في الريزلت اللي هو العنصر الاخير 5. بعدين بقول له بكل بساطة الجملة ريزلت الجي تساوي ليست الاي، ليست الاي اللي هي صفر في اول مرة، خزن لي قيمته وين؟ في ريزلت الجي في العنصر الخامس، فصار العنصر الاول في الليست خزنه في الخامس. بعد ذلك ايش بحكي له؟ زود الاي واحد ونقص الجي واحد، الاي حتصير بدل صفر حتصير واحد، والجي بدل خمسة حتصير حتنقص تصير اربعة، وبعدين ضيف العنصر الثاني في العنصر الرابع وهكذا لما ايش تنتهي هذه اللوب. في الاخر بحكي له ريتيرن ريزلت، رجع لي ايش الريزلت اللي هي المصفوفة مع القيم المعكوسة، فحترجع مكان استدعاء دالة الريفيرسل في الاسفل وتعطى لليست 2. لو اجيت اطبع ليست 2 حتلاقيه طبع لمعكوس مصفوفة ليست 1. هنا بحكي لي variable length argument list، بحكي لي لو كان عندنا عدد المعاملات كبير، بمعنى ممكن المعاملات يعني عدد غير محدود، ممكن معاملات المصفوف الدالة تكون معامل او 2 او 3 او 10 او 20. طيب اذا كان عدد المعاملات كبير هنا حضطر اجي على سبيل المثال بدي امثل 10 معاملات من نوع انتجر، حاجه اعرف انتجر مثلا A كوما انتجر B كوما انتجر C كوما وهكذا العشر متغيرات ممكن 20. فانا بقول في طريقه اسهل في التمثيل، بمعنى هنا بنحكي شايفين هنا التعريف او سينتاكس، بحكي لي تايب نيم نوع البيانات، بحط ثلاث نقاط ثلاثة دوت بالشكل الأمامي، بعد ذلك باراميتر نيم، وهنا بحط ايش؟ اسم المعامل. ناخذ مثال، لو اجيت انا في المثال الموجود امامي بقول لي برنت ماكس ومديني 34 و3 و3 و2 و56.5 56.5. في عندنا هنا خمس قيم. الآن المفترض في المقابل في البرنت ماكس أعرف هنا إيه؟ خمس متغيرات، خمس متغيرات. فهنا بكل بساطة أنا ممكن أستخدم اللي هو الطريقة اللي تو حكيناها بحيث إني أختصر،
باجي. طبعا هذه المتغيرات في منها انتجر ومنها دبل، وبناء عليه بستخدم الدبل عشان يشمل الكل. فعرفت هنا في تعريف لبرنت باكس، برنت ماكس زي ما احنا شايفين، بابليك ستاتيك فويد برنت ماكس دبل، بعدين ثلاث نقاط، بعدين نمبرز، هذا ايش؟ اسم الاري حيعتبر، هذا ايش؟ اسم الاري اللي انا حتعامل معه. فبذلك حيكون لما نيجي نستدعي الداله بالطريقه هذه، حتصير نمبرز عباره عن اري مكونه من عدد المعاملات. كم معامل عندي هنا؟ خمس معاملات. فحتصير هذه نمبرز عباره عن اري مكونه من خمس عناصر وتحتوي على القيم بالتتابع. يعني العنصر الأول حيكون في هذه المصفوفة numbers اللي هو 34، العنصر الذي يليه 3، بعد ذلك 3، بعد ذلك 2، بعد ذلك 56 ونص. بعد ذلك بتعامل معها وكأنها array. if numbers dot length يساوي صفر، يعني إذا كان طولها يساوي صفر معناته فيش عندنا إيش، أنا ما بعتش معاملات، return اطلع. طيب إذا هذا الشرط مش صحيح بنكمل. result من نوع double يساوي number zero. ملاحظين تعاملنا مع نمبرز وكان مصروف، يعني خزن العنصر الأول في الريزلت عشان أحسب الماكس، بعدين باجي بستخدم لوف فور اي يساوي واحد لأنه أخذنا نمبر زيرو عشان هيك بدينا من واحد. اي أقل من نمبر دوت لينث اللي هو في المثال الموجود عندنا خمسة، أقل من خمسة نفذ. اف نمبرز الاي أكبر من الريزلت خلي الريزلت يساوي نمبرز الاي، وبضل يمشي في اللوب. في نهاية المطاف أقول له اطبع لي الريزلت حتكون ايش تحتوي على قيمة أكبر عنصر. ممكن ابعت الاري بالطريقه الثانيه برنت ماكس نيو دبل 1 2 3 زي ما حكينا سابقا. عمليه نسخ المصفوفات، طبعا عشان انسخ المصفوفات فبنستخدمش جمله الاساينمنت، لان جمله الاساينمنت او المساواه تعمليش عملية نسخ زي المتغيرات الاعتيادية. في المتغيرات الاعتيادية لو أنا عندي x تساوي 5 و y تساوي 6، باجي بقول له x تساوي y أو y تساوي x، هيك بنكون نسخنا قيمة لقيمة. لكن في مفهوم المصفوفات طبعا هذا غير صحيح. ناخذ المثال اللي أمامنا، نفترض إنه list 1 بتأشر، لأنه list 1 هذا متغير احتوى على عنوان أول عنصر، بأشر على المصفوفة الأولى، list 2 بأشر على المصفوفة الثانية. لما أجي أقول له list 2 تساوي list 1، هذا ايش معناته؟ عنوان list 1 ها عنوان address اللي هو عنوان اول عنصر في المصفوفة خزنه في list 2، فصارت list 2 تحتوي على عنوان مين؟ الموجود في list 1. ففي الصورة التي تليها بعد عملية المساواة صارت list 1 و list 2 بأشروا على نفس المصفوفة. طيب المصفوفة الثانية أصبح ملهاش مؤشر وأصبحت garbage لا يمكن الوصول إليها، فلم يتم عملية النسخ الفعلي. طب كيف عملية النسخ بتتم؟ بكل بساطة ممكن استخدم فور لوب لذلك وانقل وانسخ عنصر عنصر مصفوفة المصدر للهدف. على سبيل المثال لو انا كان عندي سورس اري انتجر تساوي 2 3 1 5 10 والتارجت هذه اري تساوي نيو انتجر سورس اري دوت لينث عشان تاخذ نفس طول السورس اللي هو خمس عناصر. بعد ذلك بستخدم فور لوب من اي تساوي صول اي اقل من سورس اري دوت لينث تارجت الاري للاي تساوي سورس اري للاي، فحينقل ايش العنصر الاول من السورس للعنصر الاول في التارجت، بعدين العنصر الذي يليه هو الثاني في العنصر الثاني في التارجت، وهكذا بتتم عمليه النسخ بالفعل. في عندنا ميثود موجوده لايبراري تعتبر موجوده في الكلاس سيستم، ايش الهدف منها؟ تحتوي على عده معاملات اسمها اري كوبي. بتاخذ اول شيء سورس اري عشان عملية نسخ عناصر مصفوفة لمصفوفة اللي هو المصفوفة اللي بدنا ننسخ منها، وبعدين موقع من وين عملية النسخ من المصفوفة الأولى source position، ممكن أنسخ من 0 أو 1 أو 2 حسب ما أحدد. بعد ذلك target array اللي هو الأري اللي بدي أنسخ عليها الهدف، بعدين target position من وين بدي أبدأ أنسخ في target array موضعها، بعد ذلك length عدد العناصر اللي أنا بدي أنسخه. على سبيل المثال لو بدي أنسخ المصفوفة source array عناصرها في target array، بكل بساطة system array.com source array بدي أنسخ عناصر المصفوفة array من العنصر الindex 0 لا التارجت اري برضو من الاندكس 0 من العنصر الاول في التارجت، والسورس اري دوت لينث اللي هو كل عناصر، فهينسخ كل عناصر السورس في التارجت. هنا طبعا بحكي الاري كلاسز. في عندنا ايضا بعض الميثود اللي ممكن احنا نستخدمها في
في الاري او يعني الميثود الاساسيه. طبعا هذه الكلاس اري لايبراري موجوده في جافا دوت يو تي اي ال دوت اريز، فيها تحتوي على ميثود مهمه كتير واساسيه. من الميثود الاساسيه على سبيل المثال اللي هو السورت، فممكن لو انا عندي مصفوف زي ما احنا شايفين نمبرز من نوع دبل تحتوي مجموعه من القيم الغير مرتبه، ممكن اجي احكي له جافا دوت يو تي اي ال دوت اري دوت سورت نمبرز، هنا هيرتب لعناصر المصفوف. لو جيت اطبع النمبرز باستخدام مثلا فور لوب هتلاقيها ايش ترتبت تصاعديا. ايضا بحكي لي ممكن انا احدد جزء من هذا المصفوفة للترتيب، يعني مثلا بدي أرتب من العنصر الأول للثالث فقط أو من العنصر الخامس للعاشر فقط، فأنا ممكن أستخدم اللي هو 3 معاملات. على سبيل المثال في المثال الثاني بوضح شارز من نوع كاركتر يساوي هاي مجموعة من القيم A small A capital وهكذا. أجيت حكيت له جافا دوت يو تي اي ال دوت اريز دوت سورت شارز اللي هو اسم الاري اللي هي من نوع كاركتر بعدين كوما واحد كوما ثلاثة، هنا بده يرتب لي العناصر من العنصر الاندكس واحد للاندكس ثلاثة ناقص واحد، يعني من واحد لاثنين، يعني حيرتب ايه العنصر الثاني والثالث فقط. ايضا في عنا ميثود اللي هي سيرش، وهذه الميثود مهمة كتير. طبعا هذه الباينري سيرش تطبق في عملية البحث عن قيمة، إذا موجود برجع لي موقع هذا العنصر في هذا المصفوف. يعني لو أنا بدي أبحث في هذا المصفوفة ليست من نوع انتجر تحتوي على مجموعة القيم، طبعا هذه تشتغل على المصفوفة يجب أنها تكون مرتبة تصاعديا، هي بتشتغل على المصفوفات اللي بتكون مرتبة تصاعديا. على سبيل المثال لو جيت حكيت له system dot print java dot util dot arrays dot binary search list 11، طبعا بتاخد معاملين، المعامل الأول اللي هو اسم الأري اللي بدي ابحث فيها، والمعامل الثاني القيمه اللي بدي ابحث عنها، اذا موجوده برجع لي موقع العنصر في هذا المصفوف. على سبيل المثال لسه 11 نيجي نبحث، كيف عمليه البحث؟ بيجي بيشوف ال 11 طبعا هي مرتبه تصاعديا، ال 11 هل تساوي 2؟ لا، اكبر من الاثنين؟ نعم، ممكن نلاقيها في العنصر الذي يليه. معنى بيجي بيبحث 11 يساوي 4؟ لا، اكبر؟ نعم، يبقى ممكن نجده في العنصر الذي يليه. 11 يساوي 7؟ لا، اكبر؟ نعم، ممكن نجده في العنصر الذي يليه. 11 يساوي 10؟ لا، أكبر؟ نعم، يبقى ممكن نجده في العنصر الذي يليه. 11 يساوي 11؟ نعم، بتوقف. هيرجع لي موقع العنصر في المصفوفة، لو جينا نحسب 0 1 2 3 4 فهيطلع إيش موقع العنصر إيش؟ هيرجع لي 4. نيجي المثال اللي بعديه، اطبع لي جافا دوت يوتا دوت اريد دوت باينري سيرش ليست 12، بده يجي يبحث زي ما احنا تو بالتتابع، بيجي الاثنين، هل تساوي الاثنين 12 تساوي 2؟ لا، اكبر؟ نعم، فالذي يليه الذي يليه الذي يليه الذي يليه لما يصل لل 11، ال 12 هل تساوي 11؟ لا، اكبر؟ نعم، ممكن نلاقيها في اللي بعده. طيب ال 12 يساوي 45؟ لا، طب اكبر؟ لا، يبقى ايش؟ مش موجود ومش حيكون موجود، فيش احتمال يكون موجود. فهنا حيبدا ما دامه مش موجود وين وقفه عند 45؟ حيبدا يعد بالاندكس بالسالب لانه مش موجود، سالب 1 سالب 2 سالب 3 سالب 4 سالب 5 سالب 6، فهيرجع لي سالب 6 بكل بساطة. نيجي في المثال الآخر، بحكي لي في عنا array of characters a c g x y z زي ما احنا شايفين، وهنا بحكي لي اطبع لي اللي هو chars، وطبعا في الجافا دوت تي ال دوت اريز باينري سيرش chars، يعني في المصفوفة characters على حرف ال a، بيجي بيبحث ال a تساوي a؟ نعم، توقف، هيرجع لي صفر اللي هو موقع العنصر القيمة a. اللي بعديها بحكي لي بحث عن حرف التي، بيجي هل التي تساوي الاي؟ لا، طب التي اكبر بالاسكي كود؟ اكبر، يبقى ممكن لاقيها في الذي يليه لانه مرتب تصاعديا. التي تساوي سي؟ لا، طب اكبر؟ نعم، ممكن لاقيه في الذي يليه. طب التي تساوي جي؟ لا، طب اكبر؟ نعم، يبقى ممكن لاقيه في الذي يليه. الحين عند الاكس، التي تساوي اكس؟ لا، طب التي اكبر؟ لا، بتوقف عند الاكس. نيجي بنحسب الان الاندكس بالسالب لانه لم يجد هذا العنصر، سالب 1 سالب 2 سالب 3، فبيطلع الاكس سالب 4.